مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الشأن الهام، نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية وأبرزها بلا شك في هذا الأسبوع هو الحديث عن قانون الإعلام الإلكتروني. ولكن قبل هذا الحديث والحديث عن هذا القانون، أرحب بضيفي أمين عام ملتقى الإعلام العربي السيد ماضي الخميس. حياك الله أبو عبد الله، شكرا لتلبية هذه الدعوة. أنت اللي مشكور على هالدعوة. قبل لا أدش بموضوع الإعلام الإلكتروني، عندي محورين يعني راح أبدي فيهم. المحور الأول هو أمانة النجاح الكبير اللي حقق الملتقى هذا العام. نعم. على صعيد متابعتي الشخصية، يعني بالمقارنة مع السنوات السابقة، هذا كان مختلف. كيف كان الاختلاف عبد الله؟ أولا طبعا أنت تتكلم عن 12 سنة، يعني حصيل التجارب 12 سنة، أكيد كل سنة تسعى أنك تتطور أكثر وتقدم شيء جديد أكثر وتقدم شيء مهم أكثر وتقدم شيء يعني مبهر للناس أكثر. لذلك يعني اللي تحقق الحمد لله يعني بهذا العام هو حصيلة كل التجارب اللي فاتت. وأنا أقول لك مو بس هالسنة، إحنا كل سنة عن سنة تقدم خطوة إلى الأمام، وهذا أنا أعتقد هو الشيء المهم لأي منظم. إحنا كمنظمين لهذا المؤتمر الملتقى الإعلامي يهمنا طبعا أنك من الآن، شوف إحنا خلصنا يمكن أسبوع صار لنا يعني نفكر السنة الجاية شو نسوي، ونتابع ونراقب ونطالع وتشوف شنو الجديد. لذلك أنا أعتقد يعني أن التطور هو شيء طبيعي، مو شيء يعني المفروض أنه يكون شيء طبيعي أنك أنت تقدم شيء أفضل مما سبق. ولكن هذا العام بالذات يعني أنا أعتقد أنه إحنا طبعا بذلنا جهد زيادة، كان في تعاون كبير من يعني جهات عديدة. يمكن المحور الأساسي اللي كان حول الملتقى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا موضوع جاذب. إحنا نعيش في عز وسائل التواصل الاجتماعي، نعيش في عهد أو عصر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أنا أعتقد كان المحور مهم، اختيار الضيوف، الطريقة، كل هذا أعتقد خلق يعني جو عام، إضافة إلى طبعا الشباب اللي اشتغلوا معانا، يعني صار في روح إيجابية جميلة. أي شيء إيجابي في النهاية يحقق نتائج إيجابية بشكل أفضل. نعم، تركيزك على مواقع التواصل الاجتماعي بس لأن هذه الفترة هي فترتها ولا لأسباب أخرى؟ لا، لأن احنا اخترنا هذا المحور، يعني احنا كل سنة نختار المحور بما يتناسب مع يعني يكون هو الحدث الأبرز. يعني أحيانا تكلمنا في عهد الحروب، يعني تكلمنا عن الإعلام في زمن الحروب والأزمات، تكلمنا عن الإعلام وقضايا المجتمع، تكلمنا عن يعني كل دورة لها قضية. هذا العام احنا اخترنا وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالإعلام، هل هي إعلام أو ليست إعلام، هل هي تخدم الإعلام أو لا تخدم، يعني قضايا كثيرة، لكن المحور الأساسي كان عن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. فأعتقد هذا خلق أيضا حضور يعني مميز وإيجابي للمحاور، إضافة إلى المشاركات. يمكن شوي تعبنا أيضا على استقطاب يعني سواء من داخل أو من خارج الكويت يعني العديد من الشخصيات المهمة في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أعتقد كان في توليفة كاملة إيجابية حققت هذا النجاح. ممتاز، خلينا نشوف هذا التقرير وعبد الله ونرجع نستكمل حديثنا. الحوار مع الشباب حتمية وواقع لابد منهما في عالم افتراضي متشعب لا متناهي، واحترام الرأي لابد أن يبنى على الثقة وتقبل الآخر في بوتقة الاختلاف وتقاطع الرؤى. قمنا بفتح قنوات حوارية شبابية على أرفع المستويات وعقد الملتقيات الحوارية بين الشباب والمؤسسات ومؤسسات الدولة بكافة أنواعها لتعميق الحوار الوطني والفكر المستنير الذي يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق. على الدول العربية أن تبتعد عن مثل هذا التنزيه، وأن تؤمن بأنها هي دولة وعندها أخطاء، عندها نجاحات، وأن تكون شفافة في تعاملها مع الشعب، وأن تؤمن في الشراكة مع الشعب سواء مع التيارات السياسية أو حتى مع الشباب والشابات. المنبر شبابي 100% وتجارب إعلامية جديدة تكسر التابوهات. الإعلام قناعة قبل أن يكون تحدي عند جيهان كأول مراسلة حرب سعودية. الجنود، الشيوخ، القبائل، الرجال اللي احنا ما مين حيكون اصعب. احنا لما نقول في احد متعصب ولا في احد متشدد، ما حد حيكون متشدد من قائد او لواء في الجيش او شيخ قبيله. كلهم كانوا سعيدين بالتجربه، كلهم كانوا مرحبين، كلهم ساعدوني. فانا اقول ان الحواجز جوا في عقلنا، خلينا نتحرر من عقولنا اول. وسائل التواصل الاجتماعي
الإعلام الجديد الذي لا يتوقف، فرض واقعه ومواقعه، ألغى القوانين الصارمة وغير الفكر وكشف المستتر. وسياسية صارمة والدينية صارمة ألغتها، وطاعة الإنسان يعني أول كانوا الناس يحاولون أن يبنوا مجموعة من الأسوار ومن القلاع ويتكلموا على أنه لا تفتحوا باب، كل ما قالوا شيء لا تفتح. اليوم لا أحد يتكلم عن لا تفتحوا باب لأنه الأسوار قد هدمت. إحنا بنبني وتحت وابل من الصواريخ في أكثر من بلد عربي وتهديد لبلدان عربية أخرى، ففيش حد بيبني تحت هذا الخطر الشديد مساويه بمن يبني على بحيرة جنيفا أو من يبني على شاطئ الراين. بين التنظيم والتقييد في مجال الإعلام الإلكتروني مسافة جدل أزلي وربما أبدي بين الحرية والمسؤولية، بين الحق في المعلومة والواجب في انتقائها. عبد الله، أنت من الناس اللي يحط الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي في باكج واحد ولا يفصل بين الاثنين؟ يعني هل أنت لما حطيت أو ركزت على مواقع التواصل الاجتماعي في ملتقى الإعلام العربي الأخير، هل كنت تقصد الإعلام الإلكتروني ولا الإعلام الإلكتروني موضوع مختلف تماما ما له علاقة في الموضوع؟ هذا يبي له ساعتين السؤال. أول شيء مشكورين على التقرير، وايد حلو يعني. الله يسلمك. شوف، أنا عندي قناعة تعززت بمعلومات أو بعلم، يعني أن الوسائل التواصل الاجتماعي ليست إعلام. في فرق بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذه القناعة، لأن لو وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي يعني المرادف أو هي الامتداد للإعلام لأصبح كل المجتمع اليوم إعلاميين، يعني أصبحت الإعلام مهنة مشاعة. وهذا تعزز عندي بحضوري لمنتدى من حوالي 5 شهور أو 6، يعني من فترة، وكان مشارك فيه مشغلين من وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات اللي يعني مثل كان في من ياهو، كان في من انستغرام، من تويتر، من فيسبوك، من يعني مجموعة من الشركات المشغلة هذه. ودار الحديث على مدى يوم كامل حول هذا المفهوم. النتيجة اللي أنا استخلصتها أن هم يقولون أن احنا لسنا امتداد الإعلام، يعني إذا الإعلام بدأ صحافة، إذاعة، تلفزيون، مو امتدادة تويتر وإنستغرام، لا، هذا شيء ثاني، كيان ثاني، صناعة أخرى، شيء جديد، كيان جديد لا يجب أن تتعامل معه كإعلام. لذلك إطلاق عليها الإعلام الجديد، يمكن الإعلام الجديد أنا أكثر انطباقا على المواقع الإلكترونية، على الصحف الإلكترونية، على اليوتيوب، يمكن يكون جزء من امتداد إذا قلنا هذا، ولكن ليست وسائل التواصل الاجتماعي، ليست إعلام جديد، ولكنها تستخدم في الإعلام، جزء منها إعلام، يعني جزء منها إعلام، عارف علي؟ وهذا موضوع طويل يعني، وأنا أتمنى يعني يكون في خبراء أكثر يعني. راح يكون هذا، أتوقع راح يكون يعني راح يبقى إلى مدى اليوم في جدل نظري. إيه بالمنطق يعني اليوم عدد هل كل من يستخدم تويتر هو يستخدم وسيلة التواصل إعلامي؟ هل يصبح بالتالي إعلامي؟ يعني الحين بتويتر كم بالكويت؟ 200-300 ألف، ما أدري مثلاً، عسى هل كل من يستخدم تويتر هو إعلامي؟ يعني هو أصلاً إحنا من قبل هذه الوسائل كممارسين للإعلام عندنا مشكلة بالتعريف، من هو الإعلامي، صح ولا لا؟ يعني صعب إنك أنت تصنف الإعلامي، منو الإعلامي؟ وأنا أذكر إحنا عقدنا من 5 سنين ندوة في مقر جامعة الدول العربية، يعني كانت ورشة مو ندوة، عن تعريف، ويبنى قانونيين وخبراء وكذا، يعني إن من هو الإعلامي. يعني اليوم أي حد يشتغل في مؤسسة إعلامية هل هو إعلامي؟ يعني اللي يشتغل في جريدة، المنفذ أو اللي يخرج الصفحات أو المصحح أو الديسك أو المدقق اللغوي أو يعني اللي راجع، هل هو هذا إعلامي صحفي ولا يعمل في صحيفة؟ أنا أذكر العام أو أكثر في بريطانيا كنت في زيارة لنادي الصحافة البريطاني اللي هو يعني يعادل جمعية الصحفيين، فسألتهم يعني سألت رئيس النادي إن ما هو تعريف الصحفي عندكم؟ فقال لي الصحفي هو اللي أجرى من عمله في الصحافة يفوق 80% من دخله. يعني لازم دخله أكثر 80%، لأن هناك يمكن مرتبط عندهم ضرائب وغيره، فالتعريفهم مادي،
احنا ذينا نطبق هالمفهوم بالكويت ما عندنا صحافه، لان اغلب الصحفيين الكويتيين يعني يعملون في وظائف ثانيه، يعني ليس متفرغين او مصدر دخلهم الاساس. لذلك انا اعتقد وسائل التواصل الاجتماعي هذه مختلفه عن الاعلام، وان كانت يعني يعني الاعلام احنا كجريده مثلا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، تمام؟ فانت تستخدم وسائل تستخدم، ولكن اليوم انا اقدر افتح 10 خدمات اخباريه في تويتر، صح ولا؟ وتصير اقدر اسوي كل اللي يشتغل او يسوي خدمه اخباريه او اللي في انستغرام او غيره، هل هذا اصبع؟ لا، انا اعتقد لا. يعني وسائل التواصل الاجتماعي مفهوم مختلف عن الاعلام. لذلك حتى انت لما تجي تبي تطبق قانون على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ان تعي ان هذا القانون يجب ان لا يتشابه مع قوانين الاعلام، يجب ان يكون هناك خصوصيه. ويمكن انت بتي حق هالمحور، يعني ما ابي اسبقه، ولكن هناك يعني حاله معينه لوسائل التواصل الاجتماعي يجب تعمل، خاصه ان هذه الوسائل متطوره. اليوم انت خلال سنتين شنو كم برنامج طلع وضرب في الكويت على الاقل، صح ولا لا؟ وانت ريال عايش بهالشغله اكثر مني، كم برنامج طلع وكل يوم يطلع شيء جديد، فشلون بتتعامل وياه؟ وكم برنامج ضرب ومات يعني، ومات وراح يعني، هذه هي. واضح. طيب دام ان احنا تطرقنا للاعلام الالكتروني، خلينا من مواقع التواصل، تمام، خلينا نتكلم عن الاعلام الالكتروني كامتداد شرعي ووريث شرعي للاعلام التقليدي. اول شيء قبل لا ادش بالقانون، ابي تقييمك لمستوى الاعلام الالكتروني الكويتي بشكل عام، صحافتنا الالكترونيه، قنواتنا الالكترونيه، شنو يقيمها ماضي الخميس؟ شوف تبي، لا خليني اقول لك، انا اعطيك تقييمي واعطيك التقييم العلمي. يعني الصحافه الالكترونيه لها تقييم علمي مثل ما للصحيفه تقييم، يعني تقييم علمي، ان قواعد علميه، انك انت لما تبي تطلع جريده اليوم لها قواعد، صح؟ نعم. انه عندك رئيس تحرير ومدير تحرير وصفحات وخبر وشيء مطبوع، يعني في قواعد علميه ومرسل ومستقبل ومنه. الصحافه الالكترونيه ايضا يجب يعني ان نفرق بين صحافه الكترونيه وموقع الكتروني. يعني اذا بنمارس بنقول والله عندنا صحيفه الكترونيه، يجب ان تقوم على قواعد ايضا مهنيه وتنظيميه، علشان اقول انا صحيفه الكترونيه. ما اقدر انا اجتهد وي انا اسوي موقع، اي بشركه وتسوي موقع خدمات اخباريه وابث واقول انا هذا شيء موجود. ولكن انا اتكلم اليوم عن مو بس بالكويت، في العالم العربي كله، لما اتكلم عن صحافه الكترونيه حقيقيه مستقله مو تابعه لصحف ورقيه، يعني ما نقول والله الاهرام فالاهرام عندها بوابه او اي جريده، القبس او الوطن او كذا، يعني فاهم علي؟ لا، انا اتكلم عن ان اليوم اجي انا بطلع جريده الكترونيه. لما اتكلم في العالم العربي نعدهم على الاصابع، يعني مع انه موجود يعني بالمئات، مو بس بالعشرات، يمكن بالالاف، كثير موجود. لما تدخل اي بلد عربي تلاقي مواقع الكترونيه كثيره، ولكن شنو اللي تنطبق عليه هذه القواعد؟ هذه اعتقد هم يحتاج الى تقييم علمي. اما اجي انا اقول لك انا رايي الشخصي، انت اليوم طبعا رايي الشخصي بالكويت سؤالك، صح ولا؟ صحيح. في العموم بالكويت. بالكويت انت اليوم تعيش يعني في يعني عز الاعلام، عز صناعه الاعلام، تمام؟ مثل ما احنا نعيش عز صناعة وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم عندنا فضائيات، عندنا صحف، عندنا مواقع اخبارية كثيرة، عندنا شباب مجتهدين على اليوتيوب يسوون برامج، عندنا قنوات الان بدأت تنتشر على يعني الكترونية، قنوات فضائية على الـ على الـ على الانترنت. انت هذا طبعا انا اليوم اقدر افرق بالقيمة بين الجودة والغير جودة، يعني الناس اللي مجتهدة ومسوية وحاطة يعني أسس وقواعد سليمة، غير أن أنا أجتهد بتقديم يعني خدمات إخبارية بس من باب أن أنا أكون يعني صحيفة إخبارية أو صحيفة إلكترونية. لذلك أنا أعتقد يعني اليوم أنت علشان تقيم هذا الواقع، أصبح اليوم عندك كم خدمة إخبارية إلكترونية؟ ما أتكلم على تويتر يعني ما أتكلم على تويتر ووسائل التواصل، أتكلم على الصحف أو المواقع الإلكترونية في الإنترنت اللي هي جريدة إلكترونية كما تسمى، يعني اصطلاحا جريدة إلكترونية. اليوم عندنا وايد، زين، ولكن هذه كم جريدة من هذول يتميزون؟
انت مو عندي انا، خليك مني انا، عند القارئ عموما يعني. فانا اعتقد تحتاج الى تقييم، تحتاج الى تنظيم اكثر يعني. واضح، استكمل معك هذا الحديث بعد فاصل قصير. الحلقة النقاشية التي دعت إليها لجنة التعليم والثقافة والإرشاد تسعى إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني، والحكومة تؤكد بعدم قبولها بأي تشريع يخالف الدستور أو يمس الحريات. فوجود أي ملاحظات من الأخوة في جمعية المحامين أو من الأخوة المغردين أو أصحاب المواقع وأيضاً من يمارس الإعلام بصفة مهنية في المجال الإلكتروني هو يضيف لهذا المشروع إضافة أساسية. الحكومة حريصة على تعزيز الحريات في الدولة، وهذا جاء يعني ترجمة للدستور الكويت. وزارة الإعلام أدت الدور المطلوب منها، طرحت مجموعة من الأفكار، هذه الأفكار الآن قابلة للمراجعة من قبل أصحاب الاختصاص. احنا في البداية، لازال القانون يعني في بداياته، أفكار مجملة تحتاج إلى أكثر تفصيل، لكن جهد يشكرون عليه، لأن هذا المجال الآن لابد من تنظيمه من الناحية القانونية حماية للناس وليس تقييدا لحرياتهم. تم الاستماع لكل الآراء، خاصة أصحاب المواقع الإلكترونية، للأخذ برأيهم في قانون يخص مجال مزاولة عملهم مع مزيد من الحريات المسؤولة. لأن بالفعل أثار النقاط اللي إحنا ما نقدر نتكلم فيها كجهة منظمة لمثل هذه الحلقة النقاشية، وأؤكد بأن دورنا أن نحاول أن نستمع لجميع الملاحظات وأيضا جميع النقاط الخاصة بمثل هذا العمل التنظيمي. تحدثنا عن الكثير من السلبيات الموجودة في هذا القانون، على سبيل المثال تعريف الصحيفة الإلكترونية. اليوم الصحيفة الإلكترونية لم تعد كالصحيفة الورقية مجرد صحيفة تنشر المقالات والمطبوعات، بل تعدت إلى ذلك حتى تعدت مسألة الصور. الآن الصحيفة الإلكترونية تنشر الخبر مصور في الفيديو. الحلقة النقاشية التي انطلقت اليوم تستمر 3 أيام، تستهدف الخروج بقانون متكامل في شأن الإعلام. من مجلس الأمة، انتصار ذياب. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير، وعودة لضيفي ماضي الخميس. أبو عبد الله، قعدنا أنا وياك قبل الهوى ندردش عن قانون الإعلام الإلكتروني وانت قرأ في صفحاته، شنو رأيك فيه بشكل عام؟ طبعا أنت تدري هذا القانون يمكن مر بمراحل. تذكر قبل فترة كان في قانون الإعلام الموحد اللي كان يمكن من 2 أو 3 سنين، وبعدين صارت عليه لوية ولغط وكذا فحفظ يعني لم يصدر. أنا أعتقد هم أخذوا من الجزء الخاص بالموضوع الإلكتروني، ويعني تم تشكيله كقانون، وأيضا مر بمراحل، يعني يمكن آخرها المشهد اللي شفناه التقرير في مجلس الأمة، يعني كان يعني هذه الندوة اللي استضافوا فيها مغردين. أنا مع التنظيم، يعني التنظيم شيء واجب، أول شيء مع الحقوق الملكية في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام الإلكتروني، لأن أعتقد حقوق الملكية مهدرة في الإعلام الإلكتروني أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأبسطها. يعني أبسط ما في حقوق الملكية أنك تصور صورة فيكون أنك تتفاجأ ثاني يوم أن ماخذينها شركة أو بنك أو كذا، حاطينها أو مجلة، حاطينها غلاف أو حاطينها على مطبوعات أو كذا. وهذه صارت لأصدقاء خاصة اللي يحبون التصوير، يعني دون أن يعني يرجعون لهم، أو أنك تكتب تغريدة أو تكتب حكمة أو تكتب شيء فتلاقيها متداولة أو منسوبة لأشخاص آخرين. أعتقد موضوع الحقوق الملكية الفكرية في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام الإلكتروني مهمة وواجبة. إضافة إلى ثانية، الحقوق الإنسانية أيضا، أن أحد ما يتعرض لك بالإشاعة أو التجريح أو الشتيمة أو كذا، هذا ما حد يقبلها يعني لا على نفسه ولا على الآخرين يعني. لذلك هذه أيضا محتاجة إلى تنظيم، يعني لا يمكن أن تكون فوضى. يبقى الشيء المهم أنك أنت اليوم مثل ما اتفقنا قبل شوي أن هذه البرامج كل يوم في جديد،
وكل يوم في تطور وكل يوم في تغير، فراح يكون من الصعب انك تحط قانون اليوم، والقانون بالكويت مثل ما تعرف يمر بمراحل عسيرة يعني على ما يصدر حكومة ومجلس أمة وتصديق وكذا، صح؟ فأنت اليوم محتاج أيضا مع القانون أدوات أخرى، أهمها التوعية. يعني أنا لازم يكون عندي توعية بالمجتمع، توعية المستخدم. يعني اليوم لما تذكر في بداية تويتر كان حد الهجوم أو النقد أو حد حتى الشتايم عالي، اعتقادا أنك بتويتر ما حد يحاسبك. لما بدأت ترفع قضايا وبدأ يصير يعني يحاسب، بدأ شوية يخف هذا الهجوم. لذلك أنا أعتقد أنت اليوم محتاج إلى توعية، أولا توعية الأسرة وتوعية المستخدم وتوعية ويعرف كل واحد حقوقه وواجباته وشنو الحدود اللي يجب أن يكون فيها. إحنا لا نختلف على حرية التعبير أو حرية الرأي أو على يعني أي ممارسة يعني فعلية إنسانية ممكن أن تتم، إحنا أو النقد بكل أنواعه، ولكن إحنا نختلف أو نتفق على عدم جواز التجريح أو المساس أو إثارة الإشاعات أو يعني الاستهزاء بخلق الله بشكل أو بآخر في على من باب الحرية. يعني لذلك أنا أعتقد إحنا أنا مع وجود تنظيم ومع وجود توعية في شكل موازي مع التنظيم. في ملاحظات على القانون نفسه، يعني على سبيل المثال خل نراجع النقاط الجدلية، أن أنت اليوم علشان تبطل لك موقع إلكتروني لازم تدفع من 5 إلى 10,000 دينار كفالة أو كتأمين، يعني هل هذه منطقية أبو عبد الله؟ يعني أنا أعتقد هذه مو يعني ما أعتقد أنها عائق، لأن أنت اليوم بس أغلبهم شباب صغار اللي يسوون مواقع إلكترونية. مو هذا أنت هو الترخيص أنا أعتقد لجريدة إلكترونية مو جريدة. أي موقع يعني بتسوي مدونة حتى ما أدري. لا أنا مدونة صراحة ما حد ما كنت حاضر المناقشة أو يعني أنا أعتقد هذا القانون ينطبق على الصحف الإلكترونية. أنت بتسوي صحيفة إلكترونية في النهاية، ولكن المواقع الشخصية يعني أنا اليوم بيسوي موقع ماضي الخميس أو عبد الوهاب العيسى، موقع شخصي فيني أو مدونة شخصية أو كذا، هل مطالب أني أروح أخذ ترخيص أيضا من الإعلام؟ لا، هذا اللي أقول لك. أنا اليوم أتكلم إذا كمؤسسة أنا بسوي جريدة إلكترونية، وإحنا قلنا إذا بتسوي خدمات إخبارية وكذا. أنا صراحة يعني أرجع أقول لك أنا القانون اطلعت عليه بتعديلات بوضع الأول بالتعديلات، ما اطلعت عليه وما صار يعني ما حد نادانا وقعدنا مثلا أو كنت ضمن جلسة حوارية حول القانون، لذلك ما عندي تفاصيل فيه، ولكن أنا أتكلم من باب المنطق أن اليوم إذا أنت بتسوي جريدة إلكترونية أو يعني خدمة إخبارية بتدفع تأمين 5,000، ما أعتقد هي معضلة، لأن أنت أكيد لازم تبنيها على أساس يعني من الموازنة وينزل. ولكن إذا بتسوي موقع شخصي أو مدونة أو والله شيء يعني مو إخباري أو خدماتي، أتوقع ما أدري بعد ما بيأكد لك، ولكن أتوقع أن هذا يعني مو داخل ضمن القانون، يعني لأن هذه أشياء شخصية. ما طيب خل أسمع رأي الزميل جراح المطيري صاحب خدمة الرابعة نيوز الإخبارية، حياك الله يا جراح، وتعليقك على قانون الإعلام الإلكتروني، تفضل. يا اهلا وسهلا ومساء الخير استاذ عبد الوهاب، ومسي على ضيفك الكريم. حياك الله. حياك الله. والمشاهدين الاعزاء، اما بخصوص القانون الالكتروني، هو في مسمى على ديباجه هذا القانون او الصفحه الاولى مكتوب القانون الاعلام الالكتروني، لكن انا اسميه القانون الاعلام الكرتوني. إذا كان هذا القانون الهدف منه أستاذ عبد الوهاب وضيف الكريم هو تكبيل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل، فما جاء في هذا القانون سجن بالكامل. أولا عندما توصي بأحد مواد القانون، أظن المادة رقم 4، في حال نشر أي مواطن أو أي أحد مستخدم هذه مواقع التواصل ينشر صورة أو ينشر لقطة غريبة في
في أي مكان وأتت جريدة إلكترونية أو موقع إلكتروني إخباري وأخذ هذه الصورة ونقلها كما نقلها هذا المغرد مع حفظ حقوقه، تساءل الصحيفة الإلكترونية ويساءل المغرد. هذا شيء من عدة أشياء. أنا لا أعلم كيف وضع هذا القانون وبمشورة من، وهل هناك جلسات مع أصحاب هذه المواقع الإخبارية سواء الرابع نيوز أو غيرها من وسائل الأخبار. كان بودي أن تنظر الحكومة بشكل أكبر، لأن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وصى وأوصى الاهتمام بالشباب، والشباب وجدوا ضالتهم في هذه المواقع الإلكترونية وأبدعوا بها. فكنت أتمنى أن مزيدا من الحرية، مزيدا من 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 تبني هؤلاء الشباب وأفكارهم لخدمة هذا البلد. وشاكر لك وشاكر حياك الله. شكرا والحمد لله إن شاء الله. شكرا جراح. نستكمل مشاهدين الكرام وتبقى بالحديث بعد فاصل قصير. قصير ينضم إلينا الآن الزميل الإعلامي ثامر الدخيل صاحب خدمة أخبار براشد. حياك الله براشد، وتعليقك على موضوع اليوم وهو قانون الإعلام الإلكتروني، تفضل. هلا أخوي عبد الوهاب، تحياتي لك ولجميع المشاهدين ولزميلنا حبيبنا ماضي الخميس معك. الله يحييك. حياك الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وراجع من السفر. أخوي عبد الوهاب، قانون الإعلام الإلكتروني اعتقد يعني وزاره الاعلام قاعده تجتهد، ولكن اعتقد في الاتجاه الخطا. القانون هذا اعتقادي الشخصي وضعوه ناس ما لهم اي علاقه في الاعلام الالكتروني، يمكن اعتقد تماما ان ما استشاروا احد من المختصين واللي قاعد يتعاملون بشكل مباشر في الاعلام الالكتروني. يمكن الهدف من هذا القانون شيء اخر، بس كاعلام الكتروني ما اعتقد. يعني مثل ما تفضل خلماضي قبل شوي، أنا لو بسوي لي موقع شلون بيسيطرون على الموضوع؟ ليش أروح أرخص موقع خاص فيني مثلا؟ ممكن أسوي برا الكويت، الناس بتدش عليه من أي مكان. ما في طريقة أنك تمنع أي موقع حاليا، بأي طريقة تقدر تدش على أي موقع إن كان. وخطأ كبير جدا أنهم يشبكون يدمجون يحطون تحت هالمظلة كل شيء. يعني مثل الرسائل القصيرة، رسائل قصيرة مختلفة تماما والمبدأ مالها ونظامها مختلف كليا، فما يصير تشملها كخدمات إخبارية وتحط لي إياها تقول لي والله هذه كإعلام إلكتروني. هذه عن طريق الهواتف، عن طريق SMS، وأساساً وضعها الآن مو مثل قبل عقب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والأمور هذه، تغير وضعها. هذه اللي ممكن الآن أوكي، وأساساً مرخصة وموجودة حالياً تحت نظام وزارة المواصلات وترخيص رسمي لكل الخدمة الإخبارية. لكن تتكلم على خدمات عن طريق الويب، أنت تبي ترخصها، شنو الهدف؟ اللي بيكون لها شكل قانوني. الشكل القانوني إذا بتعامل مع الحكومة أوكي ممكن يصير، لكن إذا أنا بشتغل بروحي تبي تسيطر، أنت تعرف منه اللي يعني قاعد يشتغل وقاعد يبث وقاعد بكل الخدمات، حتى لو كانت أساميها وهمية ما أعتقد ما حد يعرف من اللي وراء الخدمات الثانية اللي قاعدة تسوي مشاكل وتسوي شوشرة وتسوي لوية. إنزين، لكن تيني والله بحط لي قانون عشان أنظم حجة التنظيم وأنت تقيد وتحط رسوم وتسوي لوية. أنا أعتقد شخصياً أن الهدف مختلف تماماً، يتعدى عملية تنظيم الإعلام الإلكتروني. واضح. موضوع مختلف. براشد بعد إذنك يبي كلمك. هلا براشد، شلونك؟ هلا حبيبي، هلا معك. أنا قاعد أشوف بالتلفزيون بالتقرير اللي حطوه بالوطن الحين باللقاء، ان هم دعوا مجموعة من المغردين وأصحاب الاختصاص وكذا. ما يعني أنا سمعت أنت والأخ جراح ما. إذا أنت تشوف على الشاشة عندك، أنا أول شيء بدوانيتي ما عندي شاشة للأسف، مو قاعد أشوف. إيه يعني في تقرير حطوه إنه في اجتماع عقد في مجلس الأمة، صح؟ مع هذا إذا للأسف إذا كان هالاجتماع هذا محصور وما دعونا أساساً، إحنا اللي عندنا خدمات مرخصة حسب القانون، هذه مصيبة.
أنا واحد أول مرة أدري الحين من قبلك إنه صار في اجتماع في مجلس الأمة الاجتماعي يعني أعلنوا عنه من لا علاقة له لا مفتوحة كانت الدعوة الدعوة كانت دعوة مفتوحة ما يصير دعوة مفتوحة أنت لازم تطلب أنت عندك أرقام ناس وعندك تلفونات خطوطهم أو طريقة التواصل معهم أنت المفروض تسعى أنك تجيب الناس مختصة عشان تتناقش معها عشان تفيدك تعطيك القانون بشكل واضح 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 أقول والله دعوة عامة هذه مو عزيمة شكرا 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 أبو راشد الإعلامي ثامر الدخيل على هذه المداخلة خلنا ننتقل إلى المحور الآخر المحور الأخير في هذه الحلقة تابعتك أنا على الإنستغرام وشفت زيارتك مع الوفد الكويتي سيلفي السلفيات اللي سويتها في رحلتك لميلان نعم. سولف لي عن هالزيارة مشاركة الكويت والله أنا الوفد كنت اللي طلع معه كنت سعيد جدا أول شيء بحجم العمل والتمثيل لدولة الكويت اللي شفته في إكسبو طبعا تعلم اليوم إكسبو هذا يعني معرض عالمي ويستقطب العالم يعني يوم الافتتاح حسب ما أعلن رئيس الإكسبو باعوا 14 مليون تذكرة قبل الافتتاح 14 مليون تذكرة من قبل الافتتاح يعني باعوا فما بالك يعني شوف حجم الدخول ناس تيلة من كل مكان أول شيء يعني المشاركات الدول كانت يعني رائعة صراحة جناح الكويت كان مفخرة كان وايد يعني جميل ومنوع ودقيق التفاصيل يعني أنا كان ودي لو في لقطات أو كذا من صور داخل الجناح هتلاقي أعتقد عندنا تقرير ما أدري إذا التقرير جاهز شباب ولا هتلاقي إن هما يعني ما أهملوا أي تفاصيل إن حتى دخول الأطفال وأنا هذا ما لقيت في أجنحة ثانية حتى دخول الأطفال سووا لهم مدخل كامل مع شرح كامل يعني للكويت كان هناك تمثيل فأنا أعتقد يعني صح اشتغلوا عليه فترة طويلة ولكن أعتقد كمردود للكويت حجم الحضور اللي شفته حتى أنا حطيت صور يعني بحسابي إنستغرام كثيرة يعني على حجم يعني الدخول والمشاركة والحضور الرسمي يعني كان يعني إحنا قعدنا يومين شفنا ما شاء الله يعني عدد كبير المعرض مستمر 6 أشهر أنا شخصيا إن شاء الله راجع يعني راح أخذ عيالي وأرجع يشوفون يعني الإكسبو لأن في أنت قاعد تشوف دول العالم كلها يعني كل دول العالم قاعد تشوف أجمل يعني ما فيها وأبرز ما فيها لذلك أنا أعتقد الجهد اللي بذل في الإكسبو إبراز الكويت التغطية الإعلامية يعني إحنا شفنا حتى التلفزيون الإيطالي نقل بث مباشر من جناح الكويت الافتتاح يعني المشاركة كانت وايد حلوة حتى المشاركة الخليجية صراحة يعني كانت جيدة ومميزة واضح ينضم إلينا الآن عبر اتصال هاتف في الإعلامي دكتور بركات اللوغيان حياك الله يا دكتور وأنت أحد المشرفين على هذه المشاركة الكويتية في إكسبو ميلان كلمنا عن معرض أو موقع الكويت في هذا الإكسبو تفضل أولا بسم الله الرحمن الرحيم مسي عليك عبد الوهاب ومسي على ضيفك الكريم أخونا الكبير ماضي الخميس الأمين العام لمنطقة الإعلام العربي ومسي على مشاهدين تلفزيون الوطن وإحنا فخورين أمانة بهذه المشاركة يعني ما في أحد اليوم في الكويت ما يفخر بمشاركة وطن الكويت في إكسبو ميلانو 2015 حقيقة يعني ما شاء الله ماضي وفى وكفى والله يعطيه الصحة والعافية كانت رحلة جميلة برفقة أخواننا رؤساء التحرير وزملائنا الإعلاميين أمانة و ايضا ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الاعلام ووزير الدوله شؤون الشباب الشيخ سلمان محمود الصباح الشيخ احمد المنصور من الهيئه العامه للشباب والرياضه وايضا وكلاء الوزارات اللي كانوا معانا امانه كان وفد رائع وعلى قدر من المسؤوليه والافتتاح امانه كان افتتاح جميل ورائع يعني انا اللي ابي اشدد عليه يمكن من نقطه في مشاركه الكويت او البافيليون اللي هو معرض الكويت في اكسبو ميلانو احنا لفينا يمكن مع الاخ ماضي ورانا والاخوان اللي معانا لفينا اغلب المعارض اللي مشاركه من الدول سواء الخليجيه او الدول العالميه العربيه او الاجنبيه معرض الكويت مصنف ومن المتوقع ان يكون من افضل توب 10 في كل المعارض المشاركه وهي اكثر من 100 معرض لحجمه هو يرتفع الى 2090 متر مربع
مساحة المساحة المستغلة أقل من ذلك ولكن كمساحة كبيرة، يضم 7 غرف ما شاء الله، يعني تدخل الجميل أنه متسلسل من غرفة إلى غرفة تتعرف على الكويت أكثر وعلى المراحل التنموية في الكويت وكيف أصبح المياه مصدر للحياة. ما تمل وانت أمانة يعني تتمشى في المعرض الكويتي، وللأمانة أكثر ما يميز معرض الكويت كان الوجود الأشرعة، يعني المقدمة مالته والمدخل ماله، وانت تدري يعني الأشرعة هي رمز من رموزنا، يعني رمز بالنسبة للكويت اللي هي يعني كتراث كويتي في السفن القديمة، ويعني إلى جانب الحياة الصحراوية هي حياة البحر كانت، والكل يعرف بأن المجتمع الكويتي يضم بر وبحر. فأمانة يعني كنا نفخر اليوم والأمس لما شفت ردود الفعل اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولما شفت أيضا أمس الأخوة الإيطاليين اللي كانوا موجودين، سواء كان وزير الزراعة الإيطالي، سواء كان المفوض العام الإيطالي، سواء كان أيضا مساعد المدير العام للإكسبو نفسه ليو ستيفانو غاتي، هذا الجماعة اللي كانوا يعني مبسوطين في الافتتاح الكويتي اللي حصل، والحمد لله من فضل الله يعني الإخوان في وزارة الإعلام تعبوا في أنهم يوصلون رسالة لكل زوار المعرض بأنه الكويت إحدى الدول المشاركة بقوة في هذا المعرض. نعم، واضح جدا. كل شكر لك الإعلامي دكتور بركات لقين على هذه المداخلة. قبل أختم معك أبو عبد الله كلمة أخيرة، أنا بس أبي أرجع للملتقى الإعلامي وسؤالك اللي سألتني في الأول، أن يعني النجاح اللي تحقق في شيء مهم، البيئة، أنا أتوقع البيئة الإعلامية. يعني شوف، في مؤتمرات وملتقيات إعلامية تعقد في دول عديدة، رغم يعني محدودية الإمكانيات اللي عندنا يعني كتنظيم، ولكن الملتقى في الكويت أو الحضور الإعلامي في الكويت لا خصوصية حتى عند المشاركين من الخارج. أول شيء يعني حجم المساحة المتاحة في الحوار والنقاش، تنوع البيئة الإعلامية، الدعم المعنوي. يعني شوف، أنا من الأشياء اللي أقدرها وصراحة يعني لازم أذكرها موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. تدري أنه رجع في ساعة متأخرة قبل افتتاح الملتقى من الإجازة بالليل، ويعني ويا شارك ثاني يوم، ويانا مبكر قبل نص ساعة، وقعد طلب أنه يجلس مع الإعلاميين اللي جايين من برا، وكان لقاء يعني لمدة نص ساعة صراحة ممتع لهم ولنا، يعني دار بأجواء من يعني الحرية ومفتوحة، وصار في يعني حديث شيق للغاية. ثم الحضور والتواجد والتكريم والناس والكل، يعني أنا أعتقد حتى المحاور التي تم طرحها على 3 أيام كانت البيئة الإعلامية، لا تنسى البيئة الإعلامية بالكويت جدا يعني مميزة عن أي بيئة إعلامية أخرى، سواء من الصحافة أو الإذاعات أو التلفزيونات أو يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الكويتي، هناك بيئة شاملة. يمكن هذه كلها النتاج مالها طلع بشكل إيجابي في هذا الحضور. ثم أيضا أنا يعني أقول كلمة شكر أيضا يعني وزارة الإعلام ووزير الإعلام الشيخ سلمان والأخوة في وزارة الإعلام على تعاونهم ومؤسسات الإعلامية الكويتية. وإحنا نشكرك على تلبية هذه الدعوة، أمين عام منطقة الإعلام العربي. أيوة، نتشرف. ماضي الخميس، كل شكر لك وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتهت حلقة اليوم، نشوفكم الأسبوع الجاي، تصبحون على خير.